الحقيقه شباب كره السله احنا الحمد لله الحلقه اللي فاتت احتفلنا بكاسين لليد، ناشئات اليد وناشئات كره السله. النهارده عندنا ناشئين كره السله بقياده كابتن النادي الاهلي السابق واحد لاعبته المميزين والمدير الفني الحالي اسلام علي. بيلعب دلوقتي مع نظيره الجزيره، ان شاء الله لو المباراه خلصت هنقول لكم النتيجه واحنا على الهواء. المباراه دي بتتلعب في نادي الصيد 6 اكتوبر في الملاعب المكشوفه. كل التوفيق، لو كسب النهارده ان شاء الله الفريق بقياده الكابتن اسلام علي هيحمل كاس البطوله، بطوله الجمهوريه لشباب السله، وان شاء الله دي تكون الكاس الثالث اللي بيخش النادي الاهلي خلال اسبوع تقريبا. وخليني اقول لحضراتكم ان كان اتحاد السله زي الاتحادات الاخرى كان حريص ان فرق الشباب تكمل الموسم عشان درجات التفوق الرياضي، ودي حاجه كويسه جدا. كل الاتحادات كان معانا اتحاد الطايره واتحاد السله واتحاد اليد كله حرص ان يكون الشباب بيلعبوا عشان درجات التفوق الرياضي، لانه حرام الدرجات دي بتفرق كتير جدا مع الطلاب واللاعبين. خلينا اقول لحضراتكم كمان ان الاهلي يختتم استعداداته لمواجهه الجزيره بدوري سوبر سله السيدات. عارفين طبعا السله احنا لسه بنلعب، او السيدات سله سيدات بيلعبوا الادوار اللي في البدايه اللي هو بيحددوا من الاول للثامن عشان يروحوا للادوار الاقصائيه. النادي الاهلي في الرصيد الثاني برصيد 24 نقطه بعد نادي سبورتنج بفارق نقطتين. النادي الاهلي عنده مباراه الجزيره، فاز في مباراته اللي فاتت، عنده مباراه الجزيره ان شاء الله يكسبها وينتظر باقي النتائج عشان يعرف هيلاعب مين. خليني اقول لحضراتكم انه فريق السله يمكن السيدات كانوا من اكثر الفرق اللي استفادت من التوقف، ومش انا اللي بقول، النتائج اللي بتقول. خلينا نروح لفريق الطائره رجال، عندنا عبد الرحمن سعود.